انت عم تشوف قريه تخش زي النهارده ما شفت في قريه المعصره في ملاوي. اه تمام، كل الخدمات موجوده. يعني الغاز الطبيعي ممكن في بعض المناطق في القاهره الكبرى ومناطق يعني مش عايز اقول لحضرتك ما فيهاش الغاز الطبيعي. انا عندي النهارده في قريه المعصره الغاز الطبيعي في كافه المنازل، الانترنت فائق السرعه في كافه المنازل. لسه كان من حوالي كام شهر كان معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجود معانا في المنيا وزورنا قريه المعصره. حضرتك دخل احد المنازل بطريقه يعني كده بالصدفه، ليه شاب بيشتغل على اللابتوب بتاعه غايه السعاده. فحضرتك يعني الحمد لله حياه كريمه في محافظه المنيا. عندنا الخمس مراكز زي ما بقول لحضرتك، في مجمعات خدميه انتهينا منها 100%، مجمعات زراعيه انتهينا منها 100%. القطاع الصحه حضرتك احنا عندنا 162 مركز طبي ووحده صحيه في المرحله الاولى، في 49 رافع كفاءه و113 انشاء جديد، بالاضافه لمستشفيات. نعم. مستشفى ابو رقاص على مساحه 5 فدان، ومستشفى مغاغه على مساحه 5 فدان. نعم. تمام. حضرتك في مشروعات قوميه كثيره جدا في محافظه المنيا. التعليم سياده المحافظ ايه اللي بيحصل؟ قطاع التعليم في حياه كريمه سواء مدارس جديده او تاهيل المدارس كمان. يعني حضرتك في المبادره الرئيسيه حياه كريمه عندنا 212 مشروع في التربيه والتعليم، 100 انشاء جديد و116 رفع كفاءه. الانشاء الجديد احنا عندنا 81 دخلوا السنه دي في بدايه العام الدراسي، 81 مدرسه ما بين انشاء جديد واحلال وتجديد وتعليه وتوسعه وانشاء اجنحه في داخل المدارس. طب خفف الكثافه في الفصول؟ خفف الكثافه في الفصول. نعم. الفصول كانت بتوصل ل 80 وتوصل ل 70، دلوقتي الفصول 40. تمام؟ وكمان حل الفترتين، كان في مدارس تشتغل فترتين. وكمان في بعض القرى لم ينشا فيها مدرسه. انشانا فيها مدارس. كويس. فالحمد لله زي ما بقول لحضرتك ده في مدارس انشئت في 6 شهور. نعم. يعني الناس، انا دايما كنت يعني صاحب مقوله كده وانا متواجد مع وسط اهالينا وانا بمر، بقول لهم يعني الدوله سبقت المواطن، احنا بنيجي لكم لحد عندكم. تمام. فبيبقوا سعداء ومبسوطين جدا طبعا المسؤولين وسطيهم وشايفين الحاجات اللي هم كانوا يتمنوها موجوده.